التي تمت أو الإعلانات التي صدرت عن اتفاق لقاء الأطراف 21 في باريس. يعني هناك اجتمع حوالي 200 دولة مسؤولة عن حوالي 90% من الانبعاثات الكربونية السنوية، وتحت إطار قانوني اللي هي تسمى اتفاقية باريس، كل دولة على حدة تقوم بإعلان أهدافها لخفض البصمة الكربونية للدولة خلال فترة ما بين 2015-2050 تقريباً. واللي حاصل حالياً زي ما تفضلتوا بالتقرير، يعني هناك أكثر من 100 دولة أصدرت أهداف الوصول إلى الكربون الصفر خلينا نسميه في عام 2050، لكن على أرض الواقع يعني الموضوع نوعاً ما صراحةً يعني مقلق، لأنه عندما يعني نحيد أو نؤخر الوصول لهدف كربوني صفر 2050، فبالتالي إحنا يعني زي بكون خففنا الحمل عن أكتافنا. لكن الواقع النتائج صراحة ما زالت ضئيلة، وهناك يعني المعدل الوتيرة التي نسير عليها حالياً حسب التقارير والدراسات اللي تراقب وتيرة تطبيق مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة، نحن نسير على معدل الوصول لثلاث درجات كمعدل الارتفاع في درجات الحرارة في هذا القرن. طبعاً زي ما تفضلتي في التقرير، يعني النظام البيئي نظام حيوي دقيق معقد، يعني كل 0.1 درجة زيادة في معدل ارتفاع درجات الحرارة يعني له مضاعفات في الظروف المناخية الصعبة التي نشهدها. فيعني نتكلم عن خسائر بالتريليونات، لكن الأرقام هذه صراحة هي عبارة عن أرقام يعني تقديرية قد تكون أكبر بكثير من ممكن حصوله لا سمح الله. طبعاً لكن أستاذ رائد، مقياس التقدم الذي تحدثت عنه في مواجهة التغير المناخي وهو الوصول لصفر انبعاثات، هل برأيك يعني هذا الموضوع صعب وهذا الهدف صعب التحقيق؟ مفهوم الكربون الصفر خلينا نحكي يعني تغير، يعني في بداية 2000 لحد 2010 تقريباً كان المفهوم يعني اللي بدأ لم يبدأ بالقطاع الحكومي أو الحكومات أو الدول، بدأ في القطاع الخاص صراحةً. هناك شركات عالمية كبرى دولية أعلنت أنها تحاول وصول إلى معدل كربوني صفري، وكان معنى المعدل الكربوني الصفري في هذه الفترة أن تقوم الشركة بحساب البصمة الكربونية للشركة من خلال أنشطتها، مصانعها، مكاتبها في دولة معينة وحتى في حول الدول الموجودة فيها حول العالم، وبناء على رقم التي يتم الوصول إليه تقوم الشركة بالاستثمار في مشاريع طاقة متجددة، رياح أو طاقة شمسية، بحيث انه طبعا الطاقه الشمسيه طبعا لا تنتج كربون، لكنها يعني يتم انتاج طاقه نظيفه تعادل البصمه الكربونيه اللي تستهلكها الشركه. طبعا هذا المفهوم تغير بعد 2015 بعد لقاء الاطراف 21 في باريس، اصبحنا نتكلم عن صافي قياس صفري للكربون، وهذا هو الاهداف اللي يتم التعامل معها في 2050. معنى صافي صفري للكربون يعني يتم حساب البصمة الكربونية سواء كانت للشركة أو لدولة أو لمدينة، وفي نفس الوقت بناء على رقم اللي يتم الوصول إليه يجب إزاحة أو إزالة نفس الرقم من الكربون من الجو. وبالتالي أصبحنا نتكلم الآن عن تكنولوجيا وأنظمة اللي هي تزيل تستخلص الكربون من الجو للوصول لموضوع النيوتراليتي، موضوع الصفري الكربون الصفري. سادة رائد، يعني من بين الحسنات القليلة لكورونا أن كان هناك تراجع في الانبعاثات الكربونية، لكن حاليا نشاهد عودة للارتفاع مجددا، إلى ماذا يشير ذلك؟ يعني هذه المشكلة تحديدا، يعني 2020 عام الكورونا على فكرة الانخفاض اللي حصل يعني لم يزيد عن معدل 7%. احنا سنويا يعني ننتج حوالي 36 بليون طن من CO2 من ثاني أكسيد الكربون. لا 2020 مع الشلل اللي أصاب جميع نواحي الاقتصاد وجميع نواحي الحياة، يعني توقع أن يكون انخفاض يعني 20-30%، المعدل الانخفاض لم يزد عن 7% من الانبعاثات الكربونية. وزي ما تفضلتي يعني عدنا كما كنا ويمكن أسوأ. هناك خلل في نظام استهلاكنا للطاقة، هناك يعني طريقة تعاملنا مع الطاقة وطريقة تعاملنا مع وسائل النقل أو أنظمة الأغذية، يعني هناك خلل جذري فيها يجب يعني التعامل معها بمنظور جديد تماماً للوصول لمعدل زيادة في درجات الحرارة لتجي عن 1.5% اللي هي الأهداف المعلنة في باريس. هذا المنظور الجديد، ما الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في ذلك وتمويله المستدام في هذه الجهود؟ يعني نتكلم إحنا عن حوالي 125 تريليون دولار مطلوب استثمارها في النقلة النوعية في الاقتصاد الأخضر.
ما بين 2020 ل 2050. طبعا القطاع الخاص له دور مهم يعني تنفيذ هذه الأهداف، يعني يكون يعني الدرجة الأولى مسؤولية القطاع الخاص، لكن هناك دور مهم للقطاع الحكومي. القطاع الخاص لوحده لا يستطيع أن يقوم بتفعيل هذه الأهداف. شاهدنا اليوم مع تطوير مشاريع التمويل. صحيح، اليوم أيضا في دولة الإمارات كان هناك انعقاد للحوار الإقليمي للعمل المناخي في الإمارات، كيف تقيمون جهود دول المنطقة في هذا المجال وهي منخرطة كما نتابع بقوة؟ طبعا في المنطقة العربية هناك أمثلة رائعة صراحة، يعني دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، هناك أمثلة ممتازة في المملكة العربية السعودية، نتكلم عن الأردن، مصر، المغرب. لكن عموما صراحة يعني المشاريع المعلنة ما زالت نوعا ما في بطيئة، الشفافية في سياسات الحكومية غير واضحة. يعني مطلب القطاع الخاص القيام بدور مهم في تنفيذ هذه الأهداف، يجب أن يكون هناك سياسات معلنة واضحة، درجة عالية من الشفافية، برامج محددة، تعريف للحوكمة والقوانين اللي يتم التعامل معها. هناك طبعا القطاع الخاص يبحث عن المشاريع، هناك تمويل موجود، لكن يجب أن تعريف السوق بشكل واضح. في المنطقة ما زلنا صراحة يعني للأسف في مراحل بدائية نوعا ما، هناك يعني إعلانات نوعا ما غير واضحة، لكن هناك يعني التطبيق على أرض الواقع هو المهم. طبعا يعني ما الذي يجب القيام به تحديدا لمواجهة هذه الكارثة التي تهدد الاقتصاد العالمي؟ يجب على كل دولة الالتزام بالمساهمات المعلنة للوصول إلى كربون صفر 2050. لحد الآن في المنطقة عندنا لا توجد أي دولة قامت بإعلان 2050 كسنة للوصول إلى صفر كربوني، وأعتقد من ضروري جدا الحكومات أن تقوم بتفعيل هذه الآلية. طبعا الموضوع مبطل، يعني موضوع هذا اختياري، هناك أكثر من 100 دولة أعلنت هدف صفري كربوني 2050، ودول المنطقة عندنا يجب أن تقوم بنفس المسار من الدول الأخرى. طبعا كيفية الوصول للهدف هذا يجب ضروري جدا أن نضع يعني أهداف مرحلية. طبعا 2050 يعني نتكلم عن 30 سنة أو أقل، يجب أن نضع أهداف يعني مرحلية. إذا وصلنا لهدف صفري 2050 يعني لا يكون في هدف 2040 2030. يجب توضيح آليات، هل نتكلم عن كهرباء القطاعات الصناعية والاعتماد كمصدر كهربائي على الطاقة النظيفة المتجددة، هل يتم التركيز على الطاقة الشمسية فقط؟